في أوقات الأزمات العالمية الكبرى لابد من الحفاظ على حد مقبول من التواصل بين الدول المعنية تفادياً للأسوأ. ووفق هذه المعادلة التقى مديرا الاستخبارات الأمريكية والروسية في أنقرة للتنسيق في بعض المسائل. اللقاء بين المسؤولين الأمريكي والروسي هو واحد من الاجتماعات النادرة على هذا المستوى بين البلدين منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي. ورغم ذلك أوضحت مصادر البيت الأبيض أن اللقاء لم يكن للتفاوض بشأن أوكرانيا أو لمناقشة أي نوع من التسوية، مشيرا إلى إبلاغ الأوكرانيين مسبقا بالاجتماع. بل جدد مدير CIA خلال الاجتماع تحذير موسكو من أي استخدام للسلاح النووي في حربها على أوكرانيا، وأثار ملف المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا وتطورات ملف تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة. في المقابل رفض المتحدث باسم الكرملين الحديث عن مضمون لقاء مديري الاستخبارات رغم تأكيده حصول اللقاء بطلب من واشنطن. أما أنقرة فأوضحت أن اللقاء تناول التهديدات بشأن الأمن العالمي وعلى رأسها استخدام الأسلحة النووية. تؤكد واشنطن أنه رغم الأزمة الأوكرانية لا تزال قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة، لا سيما للتنسيق في كل ما يتعلق بإدارة المخاطر ذات الطابع النووي أو تلك المرتبطة بزعزعة الاستقرار الاستراتيجي.